اهلا بيكم يا صحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه زي دراجون بول كده. هي لعبه صعبه قوي ومحتاجه ذكاء. يلا بينا نبدا. استنى بس شويه عشان العب دراجون بول. اضعف واحد ده. يا ده انا جبتها في راسه. الراجل ده ضعيف قوي، مش الراجل الاعداء، انا ضعيف قوي بس عشان يعني ده دور واحد بقى اقوى. وايه ماله فاتح رجله كده ليه اصلا؟ بقى معهوش حاجه. التاني كان معاه كتير. احنا الاثنين خلاص نكره بعض. يلا بقى كمل. يلا الرب ليه شكل العدو دي؟ معناها ادخل عدو. ايوه بتفك الكل بقى عامل زي الايه. بقى عامل زي كده الصرصور. اصلا كل الادوار دي سهله ولا دي اسهل لعبه؟ ايه بقى معاه سيف؟ بس انا معرفش ازاي تكون سيف. ايوه خدت سكين. هما بيتفكوا كأنه صرصار. ايوه حصلت على 600 جنيه. حاسس انه ده قوي. مش قوي قوي. ياي تخيلوا بقى ده جامد قد ايه. ده انا جامد فعلا، ما بقلش نهائي. ابدا ما بقلش. ايه ميت. ألف جنيه مش فلوس كتير. أقوي إزاي؟ أنا عايز أغير شكل. أنا نفسي في ده. أعرف أجيب. ايوه جبته الحمد لله. فكر ان انا مش عارفه دي احلى من التاني. فاتح رجله كده بشكل مش حلو. ده احلى. خدت الفلوس بتاعه. بيموت فعلا. ده بيموتهم في ثواني. شكل العالم مضحك كده.
ايوه ايه خدت مش عارف دي ايه اصلا بقول ايه كده وخلاص مش عارف اصلا دي يا رب لو كنت اخترت التانية اللي في النص اللي بعديه لا بقى ما تكون برضو عارف كده يعني مش عارف عايز القمر كده اخي خد السكينة بتاعته اسلم لي سكينة ورشوكة ورسيلة عايز انا صحوي الضعف ده كده هربت وشريت في راسه شكلها تزيد قوة أكيد لا لا بفلوس خلاص مش مشكلة يلا ده آخر دور بس يا جماعة انا هقف لحد هنا لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى تضغطوا لايك ومتنسوش برضو تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مني وسلام.